السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. جيبوتي ترفض طلبا أمريكيا لمهاجمة اليمن، وإلى التفاصيل. أكدت الحكومة الجيبوتية أنها رفضت طلبا للولايات المتحدة الأمريكية استخدام أراضيها لشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس الوزراء الجيبوتي عبد القادر كامل قوله إن واشنطن بعد بدء الهجمات الصاروخية للحوثيين في أكتوبر تشرين الأول طلبت الإذن بإجراء عمليات ضد الحوثيين من داخل قاعدتها البحرية في جيبوتي، لكن الحكومة رفضت. وذكر كامل: لقد كان الأمر واضحا جدا منذ البداية، فنحن لا نريد أن ندخل في حرب. الولايات المتحدة موجودة هناك، وقد قلنا لهم كونوا حذرين لا تجلبوا الحرب إلى هنا. أضاف أنه تم السماح للولايات المتحدة الأمريكية بتركيب نظام دفاع مضاد للصواريخ في البلاد لحماية قاعدتها، لكن لا يسمح لها بإطلاق طائرات استطلاع بدون ضيار لمراقبة الحوثيين من جيبوتي أو إطلاق الصواريخ. وذكرت الوكالة الأمريكية أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عززت من أهمية الاستثمارات الدولية في المعدات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية في جيبوتي بشكل أكثر من أي وقت مضى. كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتخذ خطوات لتعزيز الردع الإقليمي ضد هجمات الحوثيين، وذلك في سياق الرد على سؤال ما إذا كانت واشنطن قد منعت من حق شن عمليات هجومية من جيبوتي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.